هل فاتتك حلقة من قلب ميت؟ شاهد الإعادة في حلقات متتالية الجمعة ابتداء من 1:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات، لن تفوتك الفرصة. وبابتسامة عريضة بنرجع بنرحب بكل المشاهدين يلي عم بيتابعوا حلقة اليوم، ونحن سعداء بالتواصل معكم والمجال مفتوح للاتصالات على الهواء، مش مثل حلقة امبارح لأن كان عندنا مشكل. رح نحكي عن أحدث تقنيات تجميل الأسنان وآخر ما توصل له الطب في هذا المجال يلي صار ضروري بالنسبة للكتار. تجميل التم والوجه من خلال الأسنان مع ضيفنا الأخصائي بتجميل الأسنان ورئيس الأكاديمية العربية لتجميل الأسنان الدكتور رامي سركيس. أكيد كل الأحاديث رح بتصير ضمن محطة أجمل. دكتور سركيس بابتسامة كمان رحب فيك بحلقتنا، وحقيقة أنا رح بلش بكونفليمان لحضرتك. قليل ليجي حكيم سنين نرضى عن سنينه، دايما بيكون الجواب ما بسترجي حدا يشتغل لي بسناني. أنت ماشي الحال، مين اشتغل لك سنينك ولا الطبيعة؟ لا يعني تعرفي نحن بالمهنة بضل عنا أصحابنا ونقدر نتابع بعضنا يعني بهالشيء هذا. ميرسي كثير ليليان، ميرسي كثير كمان بتشكر أوربت لأنها سمحت لي أكون معكم اليوم ونقدر شوي نحكي بهالسوجي هيدا بهالسبجكت يلي هو تجميل الاسنان. نحن اليوم دكتور الى جانب طب الاسنان طرحين سؤال على المشاهدين ونحب نطرحه على حضرتك، ما له علاقه كثير بالسنان الا انه لما الواحد يكبر بالعمر والتيتا يمكن سنانها ما بيكونوا كثير حلوين، هل في قصص حلوه بتتذكرها من التيتا او علاقتك بالتيتا تبعك؟ تيتا مش بيفاجئ بهذا السؤال على الجميع. بتذكر ستي مره قالت لي، قلت لها شو بكي يا موجوعة؟ قالت لي رحت عند الحكيم أبع لي درسي. قلت له مش هيدا هو، قال لي ما هيدا رح نوصل له للدرسك اللي عم بيوجعك، احنا رح نقبع هيدا واللي عم بيوجعك. بقى الاشياء كثير تطورت من وقتها لهلا. قال يا ريت كنت موجود، كنت اكيد يعني أبعت لها اللي لازم ينقبع وما عانيت من مشاكل. لا في اشياء كثير تطورت، بس بنفس الوقت بضل التجميل والعازل للواحد يحس حاله حلو وجميل وكل شيء يعني بعدها نفسها، بس اكيد تغيرت المفاهيم تبعها. صحيح، واكيد التيتايات يلي رح بيكونوا اليوم او بكره وبعد بكره وبالمراحل اللي جايه بيختلفوا عن تيتايات القديمين يلي كانوا يمكن الحل الوحيد وجبه بتتم، هلا بنحس لا صار في تقنيات بتخليهم يحافظوا على اسنانهم مدى الحياه الا باستثناء المشاكل الكبيره. اي 100% بتصور انا مهنه يعني مهمه طبيب الاسنان الاساسيه هي انه يترك المريض اللي هو عم بيتابعه بسنانه او بسنان ثابتين كل حياته، بتسوي هي المهمه الاساسيه تبعنا، اكيد نحن لما بنصلح سنان ولا بنظبطهم بنترك المجال يعني عم نعالج الفانكشن يعني عم نعالج العملي بالاسنان تالشخص يضله يقدر يعيش حياه طبيعيه. المشكله بتصير اول ما بنبلش نشيل الاسنان يعني نسفي مجبورين نقلع سن ولا نقبع سن، هون بلش نحس حالنا انه الاساسيات بحياتنا عم تتغير. صحيح، يعني مهمه طبيب الاسنان بتصور هي انه اليوم اذا طبيب اسنان عم بيعالج مريض عنده من صغره لحتى يشوفه كبر بالسن وبعده باسنانه بيقدر يستعملهم، تصور هي المهمه الاساسيه. صحيح، وقد ايه انه غير الشكل يعني فينا نعرف قد ايه مثل ما قلت الفانكشن او طريقه العمل يلي قد ايه بخلوا يعني يهضم الاكل يقدر يمضغه وصحيا يعني يكون اصبر. دكتور احنا رح نحكي بجديد التقنيات فيما يخص تجميل الاسنان واللي هن جزء كثير كبير من جمال الوجه، ولكن كونك رئيس الاكاديميه العربيه لتجميل الاسنان، اول شيء وين مركزها؟ وبالتالي كمان كيف يقدر واحد ينتسب تيكون من ضمن الاكاديميه؟ نعم، انا بشكرك لانك سالتيني هالسؤال. نحن بهمنا من فتره تقريبا يعني من اول ال 2000 من بعد ال 2000 بشوي بلشنا نفكر وصارت التكنولوجيا تقدر تعطينا حلول للطب الاسنان التجميلي. من وقتها زاد الطلب على تجميل الاسنان وزادت التقنيات لانه الطبيب اوقات كان يقدر يوعد المريض اللي عنده اياه المريض بس ما يقدر يعطيه اللي بيقدر يوعده اياه. اليوم صار عندنا تقنيات وتكنولوجيا تقدر تعطينا هالشيء هيدا.
مشان هيك زاد الطلب من المريض وزادت المعلومات يلي عن طبيب الاسنان لحتى نقدر نوصل لعلاجات تجميليه. هلا لانه زاد الطلب، لانه زاد عدد الاطباء اللي عم بيعالجوا علاجات تجميليه، اجتمعوا اطباء من كل الدول، من تقريبا من عده دول عربيه، وخلقوا اكاديميه اسمها الأكاديمية العربية لتجميل الأسنان. وين مركزها مبدئيا؟ مركزها الأساسي موجود بزوريخ بسويسرا. نحن فضلنا نعمل يكون المركز المركزه يكون ببلد غير عربي حتى ما نحس انه في ما يكون في مثل يعني شوية حساسيات، وليش بلد مش بلد، ليش محل مش محل، ليش كذا. بقى عملنا المكتب مكتبه بزوريخ بسويسرا، واكيد مكتبنا الاساسي موجود هناك. واكيد يعني الاطباء من مختلف البلدان العربيه مثل ما حضرتك عم تذكر. هل بتتبادلوا الخبرات ولا بتستقبلوا الطلاب ولا شو بيصير تحديدا بهالاكاديميه العربيه لطب الاسنان؟ وحلو انه اكاديميه عربيه بزوريخ مش ببلد عربي. صح، ما هو مشان هيك هي لاسباب شوي كمان حتى ما يكون في مثل حساسات بين الاطباء. بنفس الوقت نحن مؤسسين الاكاديميه هنا من كل تقريبا من كل الدول العربيه. يعني كان في مؤسسين من الامارات، من السعوديه، من لبنان، من سوريا، من الاردن، اجتمعوا وخلقوا هيدي الجمعيه اللي هي اسمها الاكاديميه العربيه لتجميل الاسنان. نحن مبدانا بيلحق المبدا العالمي، لانه نحن منتسبين للجمعيه العالميه لتجميل الاسنان اللي اسمها ايفيد، انترناشونال فيدريشن اوف استاتيك دنتستري، واليوروبيان اكاديمي اوف استاتيك دنتستري هي الاكاديميه يعني الاخت سيستر اكاديمي لنا، يلي هي اهم اكاديميه بالعالم بتضم اطباء اسنان تجميليين بكل العالم. اوكي، سو يلي بده ينتسب عندكم هو اساسا طبيب اسنان وبيكون التخصص من خلالكم الطب التجميلي اكثر ولا؟ لا لا، مين بيقدر ينتسب؟ نحن جمعيه عندها اكيد عندها قوانينها، بس بنفس الوقت بنعمل كل سنه بنعمل المؤتمر السنوي تبعنا. أوكي. مؤتمر سنوي سنة الماضية كان بمصر، إذا فينا نشوف السلايد موجود بما كان بمصر، كان اسمه المؤتمر السنوي الأول الأكاديمية العربية لطب الأسنان التجميلي، نعمل مع البارتنرز تبعنا بمصر، وهون بحب حي الدكتور عبد السلام العسكري اللي هو مصري واللي هو ساعدنا فيها. والسنة الماضية وهي السنة هي بالذات يعني من شهر نعمل مع مساعدة ومع التعاون الكثيف لنقابة أطباء الأسنان الأردنية مع رئيسها الدكتور عازم القدومي بالاردن بالبحر الميت بفندق الكامبينسكي. وشو كان الهدف تحديدا من هالمؤتمر يلي صار، وشو التوصيات او تبادل الخبرات يلي طلعتوا فيها وفينا ننقلها اليوم للمشاهدين؟ صح، اهم شيء بالنسبه لطبيب الاسنان يضلوا ابديتد، يضلوا على يعني على علم بشو عم بيصير بالعالم، طيب واكب ويعرف يستعمل هالتطورات الجديده 100%. ومؤتمرنا السنوي عم بيعطي هالشيء للاطباء المنتسبين لهالجمعيه. مش هيك انا بشجع اطباء العرب ينتسبوا يجربوا ينتسبوا لها، لانه في عندها كثير ادفانتجز. هلا اللي صار، خليني بس شوي اعطيكم فكره اللي صار. مثلا هيدي صوره بعض الاعضاء المنتسبين اللي هن مجموعين من كل تقريبا من اكثر جمعيه، من اكثر البلدان العربيه، في منهم من مصر، من السعوديه، حتى من المغرب، من ليبيا، من الجزائر، من سوريا، من كمان من فلسطين. اوكي، هيك عم تشوف وجوههم وعم تتذكر الجنسيات. عم بتذكرهم صح. الصوره الثانيه اللي بهالمؤتمر بالذات، بالمؤتمر كان في من اهم محاضرين بطب التجميلي. كان في من المانيا، من ايطاليا، من بريطانيا، كمان من ايطاليا، من المانيا، من فرنسا، من الولايات المتحده الامريكيه، ومن سويسرا. اجوا وخبروا اليوم شو في بطب الاسنان التجميلي، وهالشيء عم بينعاد سنويا، والسنه الجايه ان شاء الله بنكون بالمغرب. هلا بالمغرب بمراكش. المهم بهالاكاديميه انها عم تجمع اطباء عرب مع بعضهم، عم بيتعرفوا على بعضهم، عم بيعملوا صداقات مع بعضهم، واهم شيء عم بينتسبوا لجمعيه وحده هي عم تعطيهم كل هالشيء. نعرف نحن قد ايه في تطور بطب الاسنان اذا بدنا نحكي عن الساحه اللبنانيه بالاول قبل ما ننطلق عربيا، بس مقارنه بالعالم هل نحن بنعتبر يعني بموازاه طب الاسنان المنتشر بالغرب ولا بعد في اشياء بتنقصنا صراحه؟ لا اكيد اكيد اكيد، اطباء الاسنان اللبنانيه يعني بينعدوا من اشطر اطباء الاسنان بالعالم ومطلوبين بكل العالم. واليوم وين ما بتقولي لعيادات اختصاصيه
بتقولي لهم في طبيب لبناني حابب مثلا يشتغل معهم، هذه بتكون فرحه كبيره لهم. نحن شرف لنا يعني بنكون نحن الطبيب الاسنان اللبناني بينعد من اهم اطباء الاسنان العالميه. خليني بس ارجعك على هيدا بس حتى اعطيكي فكره سريعه عن المؤتمر. كان المؤتمر برئاسه وتحت رعايه معالي وزير التربيه الاردني، هون الصوره مع الدكتور وائل عاتي اللي هو راح يستلم الاكاديميه ان الله راد من هلا ورايح، وفي دكتور عازم القدومي كان معنا وكنا نحن كلنا بهالمؤتمر سوا. هيدي صوره كمان نحن ودكتور عازم القدومي يلي هو نائب اطباء الاسنان الاردنيين. نعم. هيدي صوره بالنسبه من المؤتمر. هيدي دكتور شازا بشتي يلي هي ليبيه واللي هي موجوده معنا بالاكاديميه وكانت عم بتحاضر بالاكاديميه باردن. اهم شيء صار بهالمؤتمر انه الاعضاء قدروا، هي اول مره انه اعضاء بجمعيه بيعملوا محاضرات بهال بهال بهالاختصاص بالذات، وبيكون في محاضرين عالميين. كمان بدي اقول للاطباء اللي حابين ينتسبوا انه مش بس هي هالانتساب لهالجمعيه بيكون لاسباب بس ثقافيه، لاسباب كمان اجتماعيه. كل المؤتمرات تبعنا عم تجمعنا مع بعضنا وعم بتخلينا نقضي اوقات كثير حلوه مع بعض. اكيد رح نتابع ونشوف اجدد التقنيات، ولكن عندنا اتصال من صديقنا ابو شادن من جديد. مرحبا. مرحبتين ليلي. يا هلا فيك يا ابو شادن، منيحه تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الوردة جميلة علي. الوردة؟ اوكي خلص بهديك اياها. أيوة. بهديك اياها مع ابتسامة كمان. ولا شمسها؟ شمس. كيفك دكتور رامي؟ الحمد لله. يعطيك العافية دكتور رامي، منور عيون بيروت حبيبي. منور عيون بيروت عم بقول لك بس. اوكي تسلم. لأن ما عم يسمعك بوضوح قد ما انا عم بسمعك. تفضل ابو شادن، شو سؤالك؟ علشان دكتور رامي صوتي حلو فانا بغنج نفسي. بدي اسالك، انا بستغل فرصه انك موجود يا دكتور، بدي اسالك عن وضع تقويم الاسنان. نعم. تمام. التقويم الاسنان يقول لك ان في بعض الحالات انك لازم تشيل اربع اسنان على اساس التوسعه ومدري كيف، مش فاهمه. بس انا سؤالي، هل ممكن اني اشيل اربعه في ان واحد، ولا اربعه على دفعات على ايام معينه؟ اوكي. نعم. وهل ممكن الخانات هذه الاربعه تتسكر؟ هل ممكن تتسكر ولا كيف الطريقه؟ اربعه صراحه مصيبه، انا اشوفها كثير. هذا واحد. الشيء الثاني تبييض الاسنان، شو الطريقه السليمه؟ نعم. يعني خاصه اللي فيه شويه صفار كذا، كيف تبييض الاسنان؟ وهل الليمون تنصحنا الليمون مع الفرش والمعجون، هل هو مفيد او بدون او غير صحي؟ يعطيكم الف عافيه. شكرا لاتصالك ابو شادن، وتوصلنا بالاجابات. يعني ثلاث اسئله وابو شادن من اهل البيت، من اصدقائنا. نعم. الاوفياء. أوكي. اول شيء اذا اربعه واربعه، هل ممكن يتسكر الفراغ؟ وهل بده يعني ينشالوا مع بعض ولا ورا بعض؟ اوكي. اول سؤال هو هل يمكن انه ينخلع اربع اسنان بنفس الوقت؟ اكيد اذا صحه المريض بتسمح بهالشيء. يعني هو خلع الاسنان منه اكت، يعني منه علاج مؤذي جدا. بس اكيد لما بيزيد يعني بنخلع عده اسنان سوا عند مريض حالته الصحيه ما بتسمح له، اكيد في ينزعج. مشان هيك اول شيء بدنا نفكر بحاله المريض الصحيه. ثاني شيء، هل بيجوز خلع الاسنان للتقويم؟ 100% اكيد بيجوز، لانه ابتداء من عمر معين طبيب التقويم ما عنده حلول لتقويم الاسنان الا بخلع الاسنان. يعني اوقات بيخلع سن واجمالا من الجهتين لحتى يقدر يكون عنده سيمتري، يقدر عنده توازن بالشكل. هذا الشيء اكيد من بعد عمر معين. خلع الاسنان اوقات كمان بنعمله وبيحصل لاسباب تجميليه، يعني مش دائما لاسباب بس للتقويم. نعم. تجميليا اوقات بننجبر نخلع سن لحتى نرجع الاسنان لمحلها. اكيد هذا العلاج هو علاج سليم اذا المريض حالته الصحيه بتسمح له اذا الطبيب بيساعد. يمكن ساعتها بيقول هيك بدي اتوقع بالاكل وهيك مبنج بيمشي الحال. نعم. مع بعضهم. فيما يخص تبييض الاسنان، وسال كمان عن الحامض، يعني اذا ممكن كمان يساعد. نعم. انا هيدي سمعت الحامض، وفي كان في شخص عم يحكي عنه ملح وحامض في بعض ملح وحامض ومعروضه بالانترنت. يعني اذا حدا بيعمل ريسيرش على الانترنت وبيسال عن كيف ببيض اسنانه لحاله اكيد بيلاقي هالحل. بس الحامض هو اسيد، يعني هو اسيد، والاسيد منه كثير صحي للمينا تبع الاسنان، واجمالا بيعطي بياض مرحله.
مش بياض دائم، بس هالشيء بيكون بيتزامن مع حساسيه بالاسنان. اوكي. لانه يعني غير مستحب تنكون عم غير مستحب، مع انه بيعطي نتيجه يعني بيعطي نتيجه يعني فوريه أي. بيعطي نتيجه فوريه. طيب شو بتنصحوا لتبييض الاسنان مثل ما قال، خصوصي اذا في شويه اصفرار؟ تبييض الاسنان عنده تقنيات اليوم اكيده، يعني الطبيب اجمالا طبيب الاسنان اللي عم بيعالج المرضى اللي عنده المرضى بهالعلاجات هيدي اكيد عنده تقنيات بتسمح له بهالشيء. واليوم صار في تقنيات ضوئيه، يعني بيحط سورس ضوء سورس اوف لايت على جيل معين. هي المبدا التبييض انه بيكون في جيل بينعمل له اكتيفيشن بضوء او بليزر او بشيء. أوكي. بقى هيدا الجيل هو اللي بيشتغل، وبيكون اليوم الجيل اللي عم بيستعمل هو جيل سيف. هلا اكيد في تقنيات قديمه منا كثير مستحبه. اذا يعني بواسطه الليزر وبواسطه الجيل هيدي هي الطريقه الانسب لتبييض الاسنان. هو المبدا التبييض، مش انه الليزر اللي بيبيض، الليزر بيعمل اكتيفيشن لجيل معين. يعني مش بنحط ليزر على السن طيبيض. الجيل بس انه الجيل بلا ليزر ما بيشتغل. الجيل بيشتغل يعني بس بيشتغل احسن مع ليزر. اوكي. وكل قد بيقدر واحد يكرر هالشيء كمان عم يسال هنا؟ مبدئيا اذا التقنيه اللي عم تستعمل هي تقنيه موثوق فيها، لانه في عده تقنيات، واوقات الاطباء يعني بيكونوا عم بيستعملوا تقنيات اوقات بتكون شوي قديمه، شوي تقنيات قديمه، يعني حسب التقنيه عم يستعملها. بس اذا التقنيه جديده اجمالا تبييض الاسنان هو علاج كثير موثوق منه، واجمالا ما بيعوز المريض اكثر من مره بالسنه او مره كل سنتين. اوكي، انه بيسوى هيك. دكتور تما، يدهمنا الوقت، شو بعد فينا نشوف من خلال المؤتمر والجديد؟ نعم، التقنيات، يعني شو الثوره اليوم فينا نقول بعالم تجميل الاسنان؟ خليني بس فرجيكم اخر صور قبل ما نروح. هيدي الصوره نحن واكيد نائب الاسنان، نائب الاطباء الاسنان الاردني دكتور عازم قدومي، ونائب اطباء الاسنان اللبناني بروفيسور الي معلوف، مع البروفيسور وائل عاد كمان من المانيا اللي كان معنا واللي هو رئيس الاكاديميه للمرحله القادمه. هون كمان نحن والدكتور عازم قدومي. يعني هالمؤتمرات هيدي هي مش بس اكيد عم بيصير فيها معلومات ثقافيه ومعلومات ساينتفك، بس اكيد كمان كل هالاطباء لما عم بيشوفوا بعضهم من سنه لسنه عم بيكونوا بكلب معين، عم بيرجعوا كلهم يكونوا مع بعضهم. نعم. ويقضوا اوقات حلوه. كيف بينتسبوا؟ باي طريقه؟ هل على الانترنت؟ الانتساب ولا؟ الانتساب بيكون عبر الانترنت، رح نحط الويب سايت. اوكي، هيك كمان يلي متحمسين للفكره. نعم. بيكونوا شافوا كل التفاصيل الويب سايت تبعنا اذا بحبوا. نعم. هلا بالنسبه لتقنيات الاسنان اللي كانت موجوده، المبدا بتجميل الاسنان هو مش بس انه انا اذا كان عندي اسنان بيضاء وناصعه البياض يعني رح تكون اسنان حلوه. هيدا شيء مش مزبوط. الاسنان اليوم بطب الاسنان في طب اطفال تجميلي، في طب تقويم تجميلي، في طب علاجات لسه تجميليه، يعني صار اليوم طب الاسنان كله على مبدا تجميلي، مش بس اللون. اوقات في اوقات كثير بيكون اللون منه كثير ناصع البياض بس النوعيه ساعتها بتكون صح. او السنين بتكون سنين صحيه. دكتور عنا بتصور رنا دقيقتين بعد تقريبا، تنجرب نستفيد من هالدقيقتين شو بتحب تقول فيهم للي عم بيتابعونا تما يكون في شيء فكره لازم توصل. اهم شيء انه اذا عم بيعوزوا ولا عم بيستنجوا بطبيب الاسنان لحتى يلاقوا اسنان حلوه، مش دائما اللون هو الحل، الشكل هو الحل، شكل اللثه، وضع اللثه، كيف الابتسامه، كيف لون البشره، شو لون الاسنان. مشان هيك طب الاسنان التجميلي مش بس مرتكز على الالوان، هيدا اللي عم جرب اقول له للمريض. وبالاخر بحب ارجع اتشكر نائب اطباء الاسنان اللبنانيين اللي عم بيعملوا جهود جباره لمساعده طبيب الاسنان بلبنان، ولنائب الاسنان الاطباء الاردنيين اللي ساعدنا باخر مؤتمرنا. ورساله اخيره لاصدقائنا بالاكاديميه العربيه تجميل الاسنان، شكر جزيل لكل اللي اشتركوا معنا، وعن جد شكرا جزيلا جزيلا. لكن الموعد اذا الله راد اللي جاي بالمغرب. نعم. بمراكش امتين رح بيصير؟ ان شاء الله يكون بشباط، عفوا بمارس، بأدار يعني من سنة 2014. يعني بنحس انه الاشهر عم بتصيروا بشكل كثير سريع. وهون للتذكير انه تقنيات النيري صار او اللثه صار في كثير تقنيات بتخلي انه الواحد بدون ما يتعذب يحافظ على
لثه جيده، لان قبل كانوا يتصوموا كثير من الفكره. لا اكيد العلاج صارت اهين بكثير من قبل. كل التوفيق وشكرا لك دكتور رامي سركيس رئيس الاكاديميه العربيه لتجميل الاسنان، وتحيتنا لكل اطباء الاسنان وللنقيب يلي كمان ذكرته اللي معلوف. ومشاهدينا رح نتابع سوا بحلقه اليوم، وبعد بريك اعلاني قصير بنكون بحديث عن مفهوم المشاركه بعلوم الايزوتيريك بتطرحه رانيا فرح مع جريس. خليكم برفقتنا.